منها مسلسل ابتسم أيها الجنرال. ما خفت أنه تخوض مسلسل هو يتكلم عن النظام وأيضا بناس معارضين للحكومة وللنظام، وبالتالي في قصص أيضا كثيرة تنقال ومضد ومع، وتنعرض أيضا على شاشة أنه هي مهمة اليوم بالوطن العربي، تقبل الآراء ضد ومع أيضا حتى من خلال زملائك الفنانين، والأغلب أنه هو اللي مثل بي واللي قبل الدور أنه هو معارض للسورية. أنت بالخط الوسط، أنه أنت عادي ترجع بأي وقت أيضا لسوريا، يعني ما معارض، بس ما خفت أنه أنت ينضاف اسمك على اللائحة كمسلسل فخم؟ ما انضاف اسمي على اللائحة، يعني أوريدي المسلسل انعرض. ما خفت؟ هلا ما كان في خوف، أنا ممثل، أنا لعبت دور كممثل. بس أنت لعبت دور مهم أساسي صديقي إيهاب. المسلسل يعني رح تنشاف، طرح قضايا. العيوب ما كانت فقط بالنظام بقدر ما هي عيوب كانت برضو موجودة بالمعارضة، خلينا نكون صريحين. أكيد. الخطأ كان مشترك، الخطأ كان مشترك، الدم السوري بشكل عام كان خطأ سواء من هون أو من هون. أنا كممثل نظرتي للموضوع، أنا ضد شيء اسمه دم، لا كحكومة ولا كمعارضة. للأسف هلأ إحنا وصلنا لمرحلة يعني سيئة للغاية. أنتوا كعراق حتى عايشين هذا الوضع قبلنا وشفتوه، بس إحنا الحمد لله بس وصلنا لمرحلة نحن نقول الله يرحم الله يرحم، هذا الواقع هذا الواقع.